من مستودعاتها هذه في الإمارات والأكثر حراكاً لها في السنوات الست الأخيرة، تشغل وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID عمليات الإغاثة الدولية لمساعدة وتقديم العون لقرابة 20 مليون إنسان تضرروا من الفيضانات التي ضربت باكستان في يوليو الماضي. حجم التحرك الأمريكي من المساعدات لباكستان يفوق 400 مليون دولار، وهذا الرقم مرشح للارتفاع كل يوم، وهي مساعدة من الوكالة التي أعمل فيها ومن الجيش الأمريكي ووزارة الخارجية، وذلك لمساعدة ودعم ضحايا الفيضانات. مكاتب ومستودعات USAID توفر مساعدات لوجستية كخيم بلاستيكية وأغطية وأدوات النظافة الشخصية لتوزع من خلال منظمات غير ربحية محلية ودولية تعمل في المناطق المنكوبة. مساعدات وكالة التنمية الدولية الأمريكية تعتبر مصيرية للمتضررين، وإن كان التحدي الأكبر وفق المسؤولين هو مرحلة ما بعد الكارثة وإعادة البناء والمهجرين إلى مناطقهم. مدير مكتب مساعدات الكوارث الخارجية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحدث لليوم مع أحمد عن الجهود الأمريكية لنجدة المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت إقليم البنجاب في باكستان. مارك وورد تحدث معي أيضا عن برنامج المساعدات الذي يشرف عليه المكتب عبر العالم. ما هو الوضع الحالي في باكستان وما هي كمية المساعدات التي قدمتموها حتى الآن؟ الوضعية معقدة جدا لأن قسما كبيرا في جنوب البلاد ما زال تغمره المياه. السواد الأعظم من السكان يعيش في عزلة تامة فوق تلال صغيرة تقيهم من المياه. أما شمال البلاد الذي بدأت منه الفيضانات فقد بدأ مستوى المياه فيه في الانخفاض، مما سمح للسكان بالعودة إلى ما تبقى من منازلهم. ومنظمة إنسانية مثل التي نمثلها نحن هي منظمة حكومية أمريكية تحاول التعاطي مع هذه الكارثة بالقدر الذي يخفف من الأضرار الكبيرة التي لحقت بالسكان. Living in camps or living in isolated communities and help people that have gotten over the worst of it and are going home and are starting to put their lives back together. هل ما زلتم تستعملون الحيوانات مثل الحمير في نقل المساعدات أم بات متاحا لديكم اليوم استعمال المروحيات؟ الأحوال الجوية بدت أفضل من السابق، وعليه بإمكاننا استخدام الطائرات العمودية لكي تجوب كل مناطق البلاد. في الشمال حيث مستوى المياه منخفض تمكننا من استخدام الجرارات لمد السكان بالمساعدات المختلفة، وعندما يتعذر على الجرارات ذلك نلجأ إلى الحمير، وصدقني أنه يمكن الاعتماد عليها كلية لاختراق المناطق الجبلية في هذا القسم من البلاد. ميزانيتكم السنوية للمساعدات الإنسانية وإدارة الكوارث في العالم هي 1.3 بليون دولار. فما هي النسبة المخصصة من هذه الميزانية لكارثة باكستان؟ لإدارة هذه الكارثة خصصنا 150 مليون دولار، وهو رقم مؤهل للارتفاع. ووظيفتنا كمنظمة في إدارة مثل هذه الكوارث هي الاستجابة بسرعة للمشاركة في عمليات الإغاثة والإسعاف وتقديم المساعدات، وهذا هو جوهر وظيفتنا. فتدخلنا دائما هو التجاوب بسرعة مع الكوارث لفترة قصيرة لا تتعدى بضعة أشهر على الأكثر. أما على المدى الطويل الذي قد يستمر لسنين طويلة فتتدخل موارد مالية حكومية أخرى لتأمين هذه المساعدات. ذات الموارد يديرها مكتب دائم تابع للوكالة الحكومية للمساعدة الأمريكية USAID، والذي يتخذ بلا السفارة الأمريكية في إسلام أباد مقرا له. فقط يمكن أن نشير إلى أن حجم المساعدات وصل إلى ما قيمته 420 مليون دولار، وهو قابل للارتفاع أيضا. الشيء الذي يمكن الجزم به هو أن حجم المساعدات سيقدر ببلايين الدولارات فيما يتعلق بإعادة إعمار البلاد، وهي مهمة المجتمع الدولي برمته وليست مهمة الولايات المتحدة فحسب. Talking about billions of dollars of assistance that will be needed to rebuild the country. خلال الأيام الماضية كنا نسمع رقم 90 بليون دولار، وهذا هو نفس الرقم التي دفعته الفنانة مادونا لطليقها جي ريجي لإتمام إجراءات طلاقهما. في بداية الأمر لم تكن لدينا دراية كافية بحجم الكارثة التي كنا سنواجهها، ولم نتمكن من التدخل بسبب الفيضانات، وكذلك لم نتمكن من استخدام المروحيات بسبب سوء الأحوال الجوية.
ولكن بعد تحسن الأحوال الجوية وانخفاض الفيضانات تمكن من الذهاب إلى شمال البلاد والدخول إلى هذه التجمعات للوقوف عندما يحتاجون إليه، ومنظمات إنسانية أخرى تقوم بنفس العمل الذي نقوم به.